السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ الصف الرابع، أهلا بكم في شرح مادة الدراسات الاجتماعية. واليوم سوف نبدأ بالدرس الأول وهو بعنوان أدوات تحديد المواقع. ولكن قبل شرح الدرس، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. لو أنا عايز أحدد موقع أو أعرف مكان، لازم هحتاج يا إما خريطة يا إما صور للمكان. نتعرف أولا على الخريطة. إيه المقصود بالخريطة؟ الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه، يعني الخريطة بتكون للأرض كلها زي الكرة الأرضية أو جزء محدد منه، باستخدام مجموعة من الرموز والألوان ومقياس رسم محدد. هنعرف العناصر دي بالتفصيل. يبقى ما هي العناصر الأساسية للخريطة؟ لازم يكون عندي عنوان الخريطة، الخريطة اللي قدامي دي خريطة لإيه بالظبط؟ 2 وردة البوصلة، وهنشوفها يعني ايه وردة البوصلة، ومقياس الرسم ومفتاح الخريطة وشبكة الإحداثيات او خطوط الطول وخطوط العرض. عندي خريطة اهو، خريطة هي خريطة بعض المدن المصرية. يبقى عنوان الخريطة عندي اهو، ان الخريطة الامامي دي خريطة بعض المدن المصرية. اعلى الخريطة موجود عندي مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة بيكون فيه الرموز اللي موجودة على الخريطة ومدلول كل رمز. بعد كده عندي خطوط الطول اللي انتوا شايفينها، ديت الخطوط اللي جوا الخريطة اسمها خطوط الطول. وردة البوصلة بيرسم لي شكل البوصلة وعليها الاتجاهات. عندي بعد كده دوائر العرض، عندي خطوط طول ودوائر عرض. بعد كده أسفل الخريطة عندي مقياس الرسم. هنشوف ايه مدلول مقياس الرسم. انا عد الخريطة اهو، حددت الرموز اللي عليها، ده اسمه ايه وده اسمه ايه. نشوف مدلولهم بالتفصيل. اولا عنوان الخريطة. الخريطة اللي كانت موجودة عندي كان عنوانها خريطة بعض المدن المصرية. يبقى عنوان الخريطة ده بيشير الى المعلومات الواردة في الخريطة. أهميته إن إحنا بنستنتج ما تحتويه الخريطة من بيانات. أنا عندي خريطة لمصر، فأكيد الخريطة بتحتوي على بيانات مصر. 2 وردة البوصلة. وردة البوصلة اللي هي شكل البوصلة ومتحدد عليها الاتجاهات، دي بتوضح الاتجاهات الأصلية، الشمال والشرق والجنوب والغرب. كمان بيتحدد عليها الاتجاهات الفرعية. يعني ايه الاتجاهات الفرعية؟ زي الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي. ايه اهمية وردة البوصلة؟ بتساعدنا ان احنا نحدد موقع معين على الخريطة بالنسبة الى المواقع الاخرى. يعني المكان اللي انا بحدده موجود فين بالنسبة للاماكن التانية الموجودة على الخريطة. بعد كده عندي مقياس الرسم اللي كان موجود في اسفل الخريطة. بيقول لي مقياس الرسم ده النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. يا ترى المسافة على الخريطة كام والمسافة في الحقيقة كام؟ ده بيحدده مقياس الرسم. أكيد مثلا المسافة بين بورسعيد والقاهرة على الخريطة مش زي في الحقيقة. أهميته إنه هو بيساعدنا على تصغير المساحات الكبيرة علشان نرسمها على الخريطة. مثال، لو شفنا في الخريطة هنلاقي ان مقياس الرسم 1 إلى 100 كيلومتر، يعني السنتي الواحد على الخريطة بيساوي 100 كيلومتر في الحقيقة على الطبيعة. فالمسافة بين القاهرة وبورسعيد على الخريطة 2 سنتي، يبقى المسافة الحقيقية بين القاهرة وبورسعيد بتساوي 2 في 100 كيلو، يدينا 200 كيلومتر. يبقى المسافة في الحقيقة بين القاهرة وبورسعيد 200 كيلو متر. يبقى كده احنا عرفنا مدلول مقياس الرسم. مقياس الرسم على الخريطة بيدل على ايه؟ 4 مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة اهميته انه بيوضح لي مدلول ومعنى الالوان والرموز اللي موجودة على الخريطة. ازاي؟ عند الخط الازرق اللي موجود في الخريطة اهو بيدل على نهر النيل، أما اللون الأزرق ده بيشير إلى البحار. الدائرة الحمراء بتشير إلى العاصمة القاهرة. الدوائر السوداء الصغيرة دي بتشير إلى المدن.
شبكة الإحداثيات دي شبكة وهمية مش حقيقية مش موجودة في الواقع، بتتكون من خطوط الطول ودوائر العرض. أهميتها أنها بتساعدنا على تحديد موقع الأماكن بدقة. عندي حاجة اسمها خطوط طول، هي اللي بتتخذ شكلا رأسيا، شكل طولي رأسي، علشان بتحدد الموقع شرق ولا غرب خط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينتش. ودوائر العرض هي اللي بتاخد شكل أفقي دائري بتحدد الموقع شمال وجنوب دائرة الاستواء. طيب ايه أهمية الخريطة في حياتنا؟ الخريطة بيستخدمها الكثير من الأشخاص علشان يعرفوا الأماكن المختلفة ومواقعها. زي مين؟ زي السائح بيحتاج الخريطة علشان يوصل للأماكن السياحية. الطيار والقبطان بيستخدموها في تحديد المواقع. الجيش بيستخدمها في تحديد المواقع الحربية. التلميذ بيستخدمها في المذاكرة زي ما احنا اهو استخدمنا الخريطة في مادة الدراسات. الفلاح بيستخدمها عشان يحدد ملكية الأرض الزراعية. طيب انت تعرف ان اقدم خريطة مصرية موجودة في متحف تورينو بإيطاليا وبيرجع تاريخها لسنة 1320 قبل الميلاد؟ دي مرسومة على ورق البردي وبتوضح احد مناجم الذهب المصرية في النوبة. عرفنا سابقا ان انت عشان تحدد اي موقع محتاج يا اما خريطة يا اما صور او الاتنين مع بعض. تعرفنا على الخريطة، هيا لنتعرف على المقصود بالصور. بالإضافة للخرائط أنت بتستخدم الصور علشان تحدد مواقع الأماكن، وفي نوعين من الصور: صور جوية اللي بيتم التقاطها من مكان مرتفع من الجو باستخدام الطائرات، بيكون تصوير جو الطائرات بتصور. إيه أهميتها؟ بتدينا صورة حقيقية لسطح الأرض ومعالمها، بتساعدنا ان احنا نرسم خرائط اكثر تفصيلا ودقة. الصور الفضائية هي اللي بيتم التقاطها باستخدام الاقمار الصناعية في الفضاء. اهميتها بتظهر سطح الارض من اعلى، وبتستخدم في التقاط عدد اكبر من المواقع اكثر من الصور الجوية. ليه؟ لان الاقمار الصناعية بتتميز بقدرتها على الدوران حول الارض. بعد كده بننتقل إلى أنشطة الكتاب: فكر وقارن، استنتج أوجه التشابه والاختلاف بين الصور الجوية والفضائية وسجلها في الجدول التالي. أوجه التشابه بين الصور الجوية والصور الفضائية إن هم بيستخدموا في تحديد مواقع الأماكن. أوجه الاختلاف: الصور الجوية بيتم التقاطها بواسطة الطائرات وتساعد على رسم خرائط أكثر تفصيلا ودقة. أما الصور الفضائية فبيتم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية وبتستطيع التقاط أكبر عدد من المواقع. 2- أرسم ولون. أرسم وردة البوصلة ولونها مع مراعاة كتابة أسماء الاتجاهات عليها. أهو عندي وردة البوصلة، حددنا عليها الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. الاتجاهات الأصلية باللون الأحمر والاتجاهات الفرعية باللون الأزرق. لنعمل على الخريطة. لاحظ واكتب: لاحظ الخريطة رقم 1 صفحة 12 ثم أجب عما يلي. استخدم وردة البوصلة لتحديد موقع كل مكان مما يلي بالنسبة إلى المكان الآخر. هننتقل إلى الخريطة رقم 1 صفحة 12. الخريطة عندي اهي، بيقول لي الموقع ما بين بورسعيد والمحلة. اهو بورسعيد وهو المحلة، يبقى بورسعيد بتقع شمال شرق المحلة. بعد كده هختار اي مدينتين وحدد الاتجاه بين كل مدينة واخرى. 2- بحيرة ناصر ومدينة القاهرة. بحيرة ناصر موجودة في الجنوب. بعد الرجوع الى الخريطة تقع بحيرة ناصر جنوب مدينة القاهرة. 3- مدينة شرم الشيخ بالنسبة لمدينة الغردقة. تقع مدينة شرم الشيخ شمال شرق مدينة الغردقة. 4- مدينة الإسكندرية ومدينة السويس. تقع مدينة الإسكندرية شمال غرب مدينة السويس.
استخدم مقياس الرسم لمعرفة المسافة بين كل منطقتين من المناطق التالية. مقياس الرسم اللي موجود في الخريطة بيقول إن كل 1 سنتي على الخريطة بيساوي 100 كيلومتر في الحقيقة. يبقى أنا همسك المسطرة بتاعتي وأقيس المسافة مثلا ما بين الأقصر إلى أسوان، هلاقيها 1.5 سنتي. 1.5 سنتي يعني 150 كيلومتر. هطبق على مدينة المحلة الكبرى ومدينة القاهرة، هلاقيها 1 سنتي بيساوي 100 كيلومتر. من الإسكندرية إلى دمياط هقيس بالمسطرة من الإسكندرية إلى دمياط، ادتني 1.6 سنتي وستة من عشرة يعني 160 كيلو. من مدينة مرسى مطروح إلى دمياط 4.5 سنتي أو 4.6 سنتي يبقى 460 كيلو متر. بكده نكون انتهينا من شرح الدرس وحل تدريبات الكتاب المدرسي. أتمنى يكون الشرح سهل وبسيط. شكرا لكم.